النهاردة اليوم العلمي الخامس لقسم البطنة كلية العلاج الطبيعي، والغرض منه تبادل ثقافات. معلومات جديدة جدا هتفيد سواء كان تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الطلاب. طبعا ده بيفيدهم ليتر اون في حياتهم العملية. عرفنا إيه هي أهمية الفيتامينات وإيه الاحتياجات بتاعتنا. يوم جميل جدا ويوم مميز جدا، وما شاء الله المحاضرات موضوعاتها هايلة. وفكرة الأوبيزيتي وإن إحنا نناقش مرض السمنة من الحاجات المهمة جدا. حقيقي في إثراء للمادة العلمية، في حاجات جديدة كنا نعرفها. في نجاح مستمر ونجاح بيزيد من مرة التانية. النهاردة بنتكلم المحاضرات عن المشاكل زيادة الوزن وازاي تفاديها، لان دي احد الاسباب اللي السكر بيأثر، الضغط بيأثر، تصلب الشرايين بيأثر. فاحنا بنقول انه ازاي نعمل كنترول على الميتابوليزم، التمثيل الغذائي بتاعنا بنظام غذائي معين أو بأنظمة غذائية تتوافق مع احتياجاتنا. الموضوع اللي احنا اخترناه النهاردة يمكن هو مهم قوي على مستوى الشعب المصري وعلى مستوى الدول العربية كلها، وهو موضوع الغذاء والسمنة ومشاكل الغذاء الغير صحي. احنا داخلين على شهر فضيل، شهر رمضان، ويمكن ده اللي استوحينا منه فكرة اليوم الجميل بتاعنا ده النهاردة، ان شهر رمضان الناس بتحب تاكل فيه كتير وبتحب تسهر فيه كتير، وبالتالي الاكل مع السهر ده بيكون مسبب في مشاكل صحية كثيرة بالنسبة للأشخاص. اليوم العلمي مش بس بنستفيد منه من الناحية العلمية، لا كمان الاجتماع بيننا بين بعض بقى فيه حتة مجتمعية كده جميلة قوي بحب فيها، سواء في حضور مؤتمرات أو في أيام علمية إن شاء الله. طبعا تحت إدارة سعادة العميد دكتور نجيب سالم وإدارة دكتورة عزة فكري وكيل الكلية شؤون التعليم والطلاب، ودينمو اليوم العلمي صراحة في قسم البطنة إن شاء الله يبقى يوم موفق. تتشرف لجنة التدريب والتعليم المستمر إن هي بتنظم اليوم العلمي الخامس لقسم البطنة على التوالي. اسم البطنة اللي دايماً بيتحفنا وبيساعدنا بكل الأيام العلمية القوية اللي بيعملها، اللي بتدينا كمية معلومات غير طبيعية وحاجات مستحدثة جداً 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 على ما هو جديد. وإن شاء الله النهاردة بإذن الله اليوم يكون مجزي جداً وتطلعوا منه بمعلومات تفيدكم إن شاء الله. فرصة حلوة إنه في اللقاءات العلمية بنعمل ريفرشنج لمعلوماتنا، وبنشوف الناس اللي هم الصغيرين اللي كبروا بدأوا يقولوا محاضرات، فأنا بفرح بيهم. من الحاجات اللي يعني اللي هي بتبقى مميزة جدا مستوى الطلاب اللي بلاقيهم في الكلية هنا، والتميز في المحتوى العلمي اللي هم بياخدوه، وده طبعا لأن يعني في إشراف هنا من قسم البطنة، دكتور عزة أستاذة طبعا ودكتور نجيب سالم، هم يعني في الحقيقة قسم البطنة مخلينه هنا حاجة يعني نفتخر بيها بصراحة يعني، ونفتخر ان احنا نكون بنشارك معهم في اي أنشطة علمية تبقى موجودة. الهدف الرئيسي لليوم العلمي ان احنا نستفيد من خبرات الاساتذة اللي مشرفينا عشان يقولولنا ايه الجديد في الأوبيستي، في الديابيتس، في كل الحالات اللي تخص الميتابوليزم، عشان الطلاب تقدر تستفيد منها سواء على المستوى التدريسي في الكلية او بعد كده في حياتهم العملية ان شاء الله. طرح التناول في التعامل مع الحالات الأوبيستي الجديد في التشخيص بتاع الأوبيزيتي والتناول بتاع المانجمنت بتاعه، هو ده جديد الإضافة اللي أنا طلعت بيها النهاردة من اليوم. وطبعا بتفتح ليهم أفكار جديدة وبتخليهم يبصوا للعلم وللمعلومات من سكوب مختلف، بيضيف ليهم طبعا وبيخليهم ينتبهوا لحاجات يبحثوا فيها جديدة، أكيد بتفيد وإحنا نفسنا بنستفاد. انا عن نفسي شخصيا استفدت بيها، بلس التعاون مع وحده الجوده في التوعيه وتنميه قدراتنا احنا وتنميه قدرات الطلبه.
حاجة يعني شيقة جدا. الواحد قاعد مش قادر يعني مش قادر يرمش فعلا من يعني من المعلومات الجميلة اللي بتتقال الشيقة جدا والجديدة. محاضرتي النهاردة كانت عن الأوبيزيتي أند تي بي تي، شوية حاجة مختلفة إزاي نعالج مرض السمنة بداية من الأفكار ومن من الكوجنيتيف لاير، مش بس سلوك العيان. ودي حاجة ريسنتلي بره بقوا يستخدموها وبدأنا نستخدمها في مصر وفي الوطن العربي، مخاطبة أفكار العيان قبل سلوكه. أنا بشتغل كلينيكال نيوتريشن، أنا استفدت جدا من المحاضرتين اللي هم بتوع نيوتريشن جدا. أنا بشكر دكتور ألفة، دكتور وليد، دكتور نبيل، كل أسرة الجامعة، الميديا سيتي، محمد بيعليوة، على قد إيه التعاون الجميل اللي مخلينا إحنا نقدر نعمل يوم زي ده ونعمل له ريكورد ونقول للناس MTI أهي أهي أهي. Thank you very much. بتوجه بالشكر طبعاً كمان لكل الحضور والمشاركين في هذا اليوم من المحاضرين واللي شرفوني من الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية بالمشاركة. بتوجه أخيراً بالشكر لكل إدارة الكلية لأن هم كانوا حريصين على نجاح هذا اليوم.